أهلا بكم في المناظرة اليومية. انتقد أمين عام المبادرات الوطنية وقادة فلسطينيون التصريحات القيادية في حزب كحول لافان ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون حول عدم وجود شريك فلسطيني يعترف بيهودية الدولة في مدينة تل أبيب على حد قوله. تصريحات يعلون جاءت خلال مقابلة خاصة أجرتها قناة i24 News. لا يوجد أمل بوجود شريك يعترف بحقنا بالعيش كدولة يهودية بتل أبيب. هذا استنتاجي. نحن مستعدون للحديث مع الجميع، لكن بالطبع يوجد لدينا طريقة للحفاظ على مصالحنا. تصريحات موشي يعلون القيادي في حزب كحول لافان أمطت اللثام مجددا عن مستقبل العلاقات مع الجانب الفلسطيني بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. اشتداد المعمعان الانتخابي الإسرائيلي اضطر الأحزاب الإسرائيلية مرغمة التطرق لهذا الموضوع بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب نشر تفاصيل صفقة القرن الأمريكية للسلام مع الفلسطينيين. الجانب الفلسطيني من جهته اعتبر أن التصريحات الأخيرة تعزز القناعات التي باتت راسخة أكثر في الجانب الفلسطيني أن الأحزاب الإسرائيلية وقادتها على اختلاف مشاربهم السياسية فإن أراءهم لا تختلف أحدها عن الآخر. تصريحات يعلون خطيرة لأنها تعني أنه لا يريد أن يرى عملية سلام حقيقية ولا يريد أن يرى شراكة مع الفلسطينيين وإنما يريد أن يفرض حلولا من جانب واحد، وهذا أمر خطير. يعني بكل بساطة ووضوح أنه لا يوجد فيما يتعلق بفلسطين والفلسطينيين أي فرق بين غانتس ومعسكره وبين الليكود ونتنياهو. وأي كانت النتائج التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الوشيكة فإن الحكومة الإسرائيلية ستواجه ضغوطا متزايدة من الجانب الأمريكي للموافقة على صفقة القرن، قد يكون ملجأهم الوحيد منها رفض الجانب الفلسطيني التعاطي مع الإدارة الأمريكية الحالية. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور إيدي كوهن باحث في مركز بيكن السادات، مرحبا بك. وسيد أحمد محميد خبير في الشؤون الحزبية والشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. أبدأ معك سيد أحمد، دعنا أقول حتى من تصريح دكتور مصطفى البرغوثي كان ربما تعويل لدى الطرف الفلسطيني على حزب كحول لافان بقيادة غانتس، لكن التصريحات الأخيرة أظهرت نوع من خيبة أمل فلسطينية من هذا الشأن. أنا ما زلت أكرر بأن كل التصريحات التي نسمعها أسابيع قليلة قبل الانتخابات هي تصريحات هدفها الأساسي هو انتخاب إلكترالي ليس إلا. هذا ما أتنبأ به وهذا ما أعتقده. وأعتقد أن نتحدث أخي فراس عن موجة يمين بدأت منذ وصول بنيامين نتنياهو في المرحلة الأولى إلى السلطة في العام 1996، ونتحدث عن فترة تجاوزت 23 عام. اليوم نحن أمام فترة جديدة ليست فترة سهلة لكي تحول الوعي الإسرائيلي من يمين على مدار 23 عام إلى يسار، وبالتالي هذا يحتاج إلى تصريحات من شأنها أن تكسب التأييد الجماهيري لبيني غانتس من القوى اليمينية. وحينما يصل بيني غانتس ربما إلى إمكانية فعلا تشكيل حكومة ستكون الأمور مختلفة تماما، حيث أنه باعتقادي سيتم التعامل مع بيني غانتس ومع الوزراء الذين سيكونون في هذه الحكومة، ربما سيكون تعامل دول العالم حتى آخر، وربما سيستمعون إليه من جديد، ربما سيرتب أوراقه ترامب وكوشنر ليتحدثوا عن صفقة مختلفة. ولذلك أنا أرى بأن هذا هو أكثر انتخابي مما هو تصريحي يريدون من خلاله كسب دعم اليمين داخل حزب الليكود وداخل اليمين الجديد. كيف تقرأ هذا الأمر دكتور إيدي؟ أولا عملية السلام مع الفلسطينيين ماتت وخلصت وأصله يعني أعطاك عمره، هذا عم نشوفه على أرض الواقع، هذا أكيد. لذلك يعني من مات أيضا هو الحزب اليسار. اليسار مات، ما في حزب يسار، كلهم يخجلون أن يقولوا أنا يسار. بيني غانتس يسار، بيني غانتس يسار، هذا معروف، لكنه ينتحل شخصية اليمين. لماذا؟ لأن الجمهور الذي يريد أن يصوت يوم الانتخاب لا يريد اليسار، هو ينتحل شخصية يمين لكي يتم انتخابه. والفلسطينيين، ونحن سمعنا أبو غدينا وسمعنا معلقين فلسطينيين يفضلون غانتس، لا يريدون نتنياهو، لا يريدون اليمين. غانتس هو من اليسار، عنده قناع
اليمين، وهذا القناع سيسقط بعد الانتخابات. ويعلون كهذا الشخص؟ يعلون هو أكثر يمينا من غانتس، يعني هذا معروف. يعلون نعم هو يمين أكثر من غانتس، لكن غانتس هو يعني الرقم أول، هو الذي سيكون رئيس حكومة. ماذا برأيك قصد يعلون حينما قال على الفلسطينيين أن يعترفوا بيهودية إسرائيل، بالضبط بيهودية الدولة في تل أبيب؟ يعني قصده ما تم منذ بضعة سنوات. نتنياهو كان عنده مبادرة أن يعترف الفلسطينيين بيهودية الدولة على غرار قانون الكوبية يعني. وهذا الفلسطينيين يعني حتى الآن لا يريدون الاعتراف بأنه دولة إسرائيل دولة لليهود، ولذلك تم سن هذا القانون الذي يعرف بقانون الكومية. نعم سيد أحمد، كما ذكر الدكتور إيدي، بالفعل ربما كحلون غانتس ولابيد، ويعلون دعنا نقول هو رجل يمين في نهاية الطريق، يلبسون قناع اليمين لاستقطاب أصوات يمينية واضحة، وقد تذهب هذه التصريحات أدراج الرياح بعد الوصول إلى سدة الحكم. أولا هذا ما قلته، أنا قلت أن الاعتبارات هي انتخابية، ولكن لا أريد أن أقول ردا ربما تعقيبا على ما يقوله عزيزي وصديقي إيدي هنا، أريد أن أوضح أمر هام مهم جدا. في 21 شباط كان اليوم الأخير لتقديم القوائم، تفاجأ بنيامين نتنياهو بصراحة من توحيد غانتس ولابيد في قائمة واحدة، وكانت أمامه بعض الخيارات، ليس الكثير من الخيارات، لم يكن له الخيار بيت اليمين الجديد نعني بنت وشاكيت، لأنهم قبل ذلك يوم الأربعاء قد سلموا القوائم. بقي أمامه فقط وحدة الأحزاب اليمينية، البيت اليهودي، عثمة يهوديت، والبيت كنا البيت اليهودي وعثمة يهوديت والاتحاد القومي الإحود اللؤمي. وبالتالي قال له هناك من نصحه وقال له عليك أن تتوحد يوم الخميس مع هذه الأحزاب. ماذا أجابهم بنيامين نتنياهو؟ قال لهم هؤلاء يمين متشدد. بالتالي أنا باعتقادي وما زلت أقولها، 21/2 كان السقف والحائط الأخير لليمين في دولة إسرائيل، أصبحت كلمة اليمين المتشدد هي كلمة أكثر فيها ذم، هي كلمة أكثر فيها وصمة عار، هي كلمة أيضا تبعد بنيامين نتنياهو اليمين عن هذا الموقف. وبالتالي نرى بعض السورياليزم، بعض السخرية، وبعض المفارقة هنا، بأن اليميني يبتعد عن اليمين واليساري يبتعد عن اليسار. نعم، حتى تسحي نقبي قال ذات الأمر بالنسبة لليمين المتطرف بأننا نريد الانسلاخ عن هؤلاء وهم لا يسوون. نعم، اليمين خجلان يقول أنه أنا يمين، واليسار خجلان يقول أنه أنا يسار. شوف، في عندك هذا الحزب الذي عنده مؤيدين تبع كهانة، لذلك نتنياهو، وهذا حزب يعني إذا تم انتخابه حيكونوا 3 أو 4 نواب. أما قائمة بني غانتس فالاستطلاعات تدل أنه حياخد أكثر من 30 مقعدا يعني. هذا هو اليسار. إيش الفرق بين سموتريتش وبين ميري ريجل؟ إيش الفرق بين سموتريتش وبين ألون حازان؟ إيش الفرق بين سموتريتش وبين أكونيس؟ إيش الفرق بين كل هذول وبين أردان؟ إذا من قارن كل أقوال الوزراء من أردان لميري ريجيف لا سموتريتش لا بنت لا يلتشكيت، هم وجهان لعملة واحدة. هؤلاء يمين ما في يمين متطرف في هدول تبع كهانة عثمان يهوديت 2 أو 3 مقاعد. هذا هو اليمين وهذا هو معسكر اليمين. أنا قرأت برنامج هذا الحزب، لا يختلف كثيرا بتاتا عن اليمين الجديد، ولا يختلف عن حزب الليكود. إيتامار بن غفير هذا المحامي الذي هو عنده في صورته صورة ببيته صورة كهانة، لذلك هناك يعني بيحكوا أنه متطرف. لكن خلينا نشوف، هناك في هذه السياسة الجميع يريد أن يكون في المركز، بين المركز وبين اليمين. وشوف اليسار، بلش شوف اليسار، يمين ومركز سخر شاب سير يساري. شوف اليسار، أعوذ بالله، شوف اليسار. العمل، حزب العمل، الاستطلاعات تدل يعني قديش 8-9 مقاعد. بس عزيزي هي يمين يسار ليست أمر منزل، هذه نوع من الهوية والشعور بالانتماء. عزيزي إيدي، أنت إنسان في العلوم السياسية. العمل يغير الوعي، الواقع يغير الوعي، ليس الوعي يغير الواقع. حتى لو الوعي بده يغير الواقع، لا يمكن أن يتغير الواقع
بدون عمل بدون مادية. وبالتالي أنا أقول لك أن الحكومة اليمينية خلال العشر سنوات الأخيرة فعلا غيرت الوعي الجماهيري داخل دولة إسرائيل وجعلته يمينا. لكن الآن بالإمكان تغيير هذا الوعي. هذا مش شيء منزل. يعني بال 92 ارجع لل 92 كان في عندك حزب العمل 42 مقعد والا مخطئ ايضا 12 مقعد لميرتس 12 و2 بتحكي عن 54 قبل 6 قبل 23 وكان الحلم عام. وكان الحلم عقد صفقه سلام مع ياسر عرفات. ايدي انتهى ايدي سجل عندك انتهت التيزا. لا نحن في الانتيتيزا عمليه انتهت التيزا على الفلسطينيين. لا يمكن اعاده عجله التاريخ من وراء. الشعب صار يمني يميني. ليش؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ عدم ياسر عرفات، السياسة الإسرائيلية والفلسطينية، الانفجارات، عمليات الطعن، حركة حماس، الصواريخ إلى تل أبيب. الشعب قال ما بدي فلسطينيين ولا بدي عملية سلام ولا بدي شيء. لذلك لماذا برأيك تغيب قضية السلام مع الفلسطينيين حتى كلمة الفلسطينيين من أي طرح سياسي بالرغم من أن بيني جانس تحدث؟ لأن كل من يتكلم مع يعني سلام مع الفلسطينيين يعتبر يعني يتملك للفلسطينيين. الفلسطينيين للأسف جابوا هذه على حالهم. لا أحد يريد أن يرتبط مع الفلسطينيين. شوف خريطة الطريق تبع كحول لبان يبردود مثل ما بيقولوا. نحن يريدون الانفصال من الفلسطينيين. ما حدا بده يجتمع مع الفلسطينيين. ما حدا يريد أن يتعاطف مع الفلسطينيين. الفلسطينيين فقدوا تعاطف الجمهور الإسرائيلي وهذا للأسف من هذا من شان الزعماء الفلسطينيين. إذا ممكن كمان مرة يعني الإنسان الواعي في السياسة والفعلا المتمرس في السياسة يدرس التاريخ بشكل يدرس السياسة ومن خلال التاريخ بشكل واضح. نحن نتحدث عن اتفاقية كامب ديفيد عام 78. بعدها جاءت فترة الثمانينات. فترة الثمانينات كان في هناك مقاومة فلسطينية مسلحة كبيرة جدا من أجل الحصول على الاستقلال من خطف الطائرات وما إلى ذلك وفتح والفدائيين. الموقف اليميني في سنوات الثمانين كان يميني منذ بيجن وحتى شمير. كان يميني زي اليوم ايدي تغير ام لم يتغير؟ مش النسبة لا لا تغير لا لم يتغير؟ لا لا لحظة 60% يميني. اعيدك الى فترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كان في هناك مجتمع يميني صوت لحزب الليكود صوت لبيجن ثم بعد صوت لشمير. ولكن جاءت الانتفاضة الاولى ثم اقتنع المجتمع الإسرائيلي بأن هناك إمكانية فعلا لمد يد السلام ورأينا ذلك من خلال الصناديق الاقتراع ومن خلال الحكومة التي أقامها يصحاك رابين وميرتس والأحزاب المتدينة مع الجسم المانع الذي كان يشمل الأحزاب العربية وتحول المجتمع الإسرائيلي إلى يسار. ثم قلت ما قلته لعدة أسباب أوافق على جزء منها ولا أوافق على جزء آخر. تحول المجتمع الإسرائيلي إلى يمين. قضية التحول من يسار إلى يمين ومن يمين إلى يسار هي ليس قضية منزلة من السماء. هي نتيجة لسلوكيات تتعلق في السياسة المحلية الإسرائيلية وفي السياسة الفلسطينية وفي السياسة العالمية. وأنا أقول لك نحن اثنين نشتغل بالتحليل السياسي. أنا أقول لك السقف اليميني انتهى. ربما بعد 20 سنة سيحاول اليمين كمان مرة أن يأتي بأجندة جديدة. حاليا نحن أمام فترة فيها ينتهي اليمين داخل السلطة دولة إسرائيل. هذا تلبو تمام. حتى لو بالعكس اللي عم يصير حدثت كل المفاجآت في هذه الانتخابات لا يمكن لبنيامين نتنياهو الصعيد الشخصي أن يستمر لأنه اليوم نحن نعرف من اليسار أمامه أن أمامه 4 أشهر حتى جلسة الاستماع. اليسار يحتضر مش بس بإسرائيل في أوروبا شفنا بالولايات المتحدة شفنا ببريطانيا. اليسار شوف هذا طبعا بريطانيا كوربين. اليسار يحتضر في جميع الدول العالم في جميع دول العالم. سمعت كوربين جيرمي كوربين هذا ألا تسمع ماذا يعمل الديمقراطيين في أمريكا اليوم من ساندرس وكل المهرجانات والكل متفاجئ من الجو الديمقراطي مع ترامب وترامب سيتم انتخابه كمان مرة. شوف حتى المجتمع الإسرائيلي لا يريد ذلك. أنا ألوم الفلسطينيين على هم الذين حولوا الشعب من يعني يسار ومتعاطفين مع الفلسطينيين إلى أكثر يمينيين وإلى أكثر تطرفا. الآن لما بيشوفوا أبو مازن بتكون عملية طعن بيسكت لا يدين التفجيرات يحرض ضد الإسرائيليين يحرض ضد الذين بيزوروا المسجد الأقصى بيحرض ضد اليهود وهذه هي نتيجة تعنت فلسطيني. هناك
يعني تفاقم للمشاكل، وهذا هو هي النتيجة. وعملية السلام خلص يعني ما حدا رح يحكي بالانتخابات. ما لا، المشكلة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية لم تعد تهم أحد في إسرائيل أحد. يعني هذه صحيح، أنت على لي موافق على النقطة؟ لا، بتناقض حالك، أنت بتناقض حالك. بقول لك ليش، اسمعني شوي عزيزي. إيدي تفضل. نحن تحدثنا أن القضية الفلسطينية وقضية السلام هي مهمشة في هذه الانتخابات، تحدثنا أن الجماهير العربية هي مهمشة، لكن كل الانتخابات قائمة على هذول المحورين. اليمين يدعي بأن غانتس يريد القيام بالإعلان عن دولة فلسطينية وأن يضم الأحزاب العربية إلى الائتلاف، وبين غانتس ويائير لبيد يقول لا، إحنا مع الاستيطان وبالعكس تماما، ونحن لا نريد الأحزاب العربية داخل الائتلاف. بمعنى العكس تماما، القضية الفلسطينية والجماهير العربية في إسرائيل والمجتمع العربي في هذه البلاد هو الجزء الأهم في هذه الانتخابات، كما كانت الجزء الأهم في صباح يوم. أنت لازم تفرق بين الدعاية الانتخابية لشيطنة شخص وما يحصل على الأرض الواقع. هناك دعاية انتخابية لشيطنة بيني غانتس بتقوله هذا أنت يسار، أنت سوف إذا تم انتخابك سوف تعطي جولان للسرور السوريين. أنت بتقول أن القضية الفلسطينية انتهت، كيف يمكن القضية الفلسطينية أن تنتهي حينما تعتبر هي في الواقع الإسرائيلي منذ فترات هي قضية الصراع الأساسي الذي يقسم المجتمع. نحن لا نتحدث عن صراع طائفي بين الشرقيين والغربيين، نحن لا نتحدث عن الصراع الديني. الصراع الأقوى اليوم في دولة إسرائيل هو ليس الصراع الطبقي حتى، الصراع الأقوى في داخل دولة إسرائيل هو يسار ويمين. في هذه الانتخابات لا تكبر في هذه الانتخابات ما بيحكوا عن القضية الفلسطينية، كل واحد عم بيشيطن الثاني. خلينا هلا ما نكون معلقين سياسيين، خلينا نكون موضوعيين عن جد. بس موضوعيين هلك كل واحد عم بيشيطن الثاني، هذا هو هذه هي دعايه وكل شيء مسموح. لكن ما حدا يا سيدي يا عزيزي، حينما تحاول أن تحلل بيني غانتس ويائير لبيد وبالمقابل من يمين نتنياهو والآخرين، أنت تضع القضية الفلسطينية. أنت لا تتحدث عن الجانب الاقتصادي يا أخي، يتحدث عن الجانب الاقتصادي، يتحدث عن التوجه الليبرالي. أستطيع أن أجيب لك على هذا السؤال بشكل واضح، ليس بفمي، بفم يعلون. حينما التقيته قال لي بشكل واضح ويعارض ما تقوله، قال لي بأن هناك في إسرائيل يسار ويمين، ليس بكل كما يجري في كل العالم. اليسار واليمين في إسرائيل مبني على قضية واحدة وهي القضية الفلسطينية، ليس مبنيا على أمور اقتصادية أو اجتماعية. إذا نتنياهو يقول لبيني غانتس هو يساري، لا يقول له يساري بسبب أمور اجتماعية بحتة أو أمور اقتصادية أخرى، ويقول له أنت يساري بسبب موقفك من الطرف الفلسطيني أو من الطرف إقليمية. حينما تقول في إسرائيل يسار ويمين فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية، هذا يؤكد ما أنا أقول. القضية الفلسطينية تستعمل إجابة حقيقية، القضية الفلسطينية موجودة، القضية الفلسطينية موجودة بس لشيطنة الآخر، مش لحتى يعني تعمل عملية سلام وتبني كسور. هذا قصدي، موجودة فقط لشيطنة الآخر، استخدامها ضد مرشحين. أنا فاهم هذا هو قصدي. ما حدا يتصرف، هذه الحكومة سقطت بسبب القضية الفلسطينية. ما هناك الحكومة، على ماذا سقطت حكومة دولة إسرائيل؟ لماذا استقال وزير الدفاع؟ القضية الفلسطينية محور الصراع. ما حدا عم بتقول إنه مادة القضية الفلسطينية لا يمكن. أنا مدامني عايش بتوش القضية الفلسطينية، أنا إذا بظني لحالي بتوش القضية الفلسطينية. لا يمكن أن تبوظ القضية الفلسطينية. ينساك الموت. المقصود هنا أنه لا أحد يتسابق من يريد أن يلتقي مع محمود عباس أولاً. أو كل شخص عنده أجندة، عنده خطة طريق ويريد أن يقدمها للآخر. هذا هو قصدي في هذه النقطة. ما حدا بيهمه. القضية الفلسطينية مهمشة، لكن القضية الفلسطينية تستعمل لشيطنة الآخر ولاستقطاب الجمهور. وتعرف دعاية اسمح لي. اليوم إذا نتحدث إحنا عن المنطقة الانتدابية، منطقة فلسطين الانتدابية، منطقة اللي كانت في نهاية الأمر حددت في عام 1922 في مؤتمر سان ريمو، منطقة تقع تحت السيادة البريطانية الانتدابية. هذه المنطقة اليوم إذا سألنا حن، هذه المنطقة فيها 50-50، فيها نص عرب
وفيها نص يهود. لأن أنا ما استقبل مع المستقبل، من يسيطر؟ من يسيطر على هذه المنطقة؟ يسيطر عليها الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي. وفي هذه المنطقة الجيوغرافية هذه التي أتحدث معك عنها، هناك في عنا ناس فلسطينيين لا يملكون أي صلاحيات داخل هذا الحيز السياسي ولا يشاركون في التأثير، في الوقت الذي يجلس بجانبهم الاستيطان 650 إلى 700 ألف مستوطن يشاركون في الانتخابات، وهم الذين يحسمون المعركة الانتخابية. هذا يسمى بالسياسة سياسة الأبارتهايد، سياسة فصل عنصري. سياسة الفصل العنصري لا يمكن أن تستمر، لأن المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع كالمجتمع اليهودي في فترة النازية لا يمكن أن يقبل بالذل، لا يمكن أن يقبل بالذل. هل فكرت مرة كيف يمكن لحماس أن تقوم بالأوراق وكيف تقوم بالرد من خلال الأوراق المطاطية أو من خلال البالونات؟ لم يفكر. الحاجة أم الاختراع، والتحرر هو حاجة عند كل مجتمع. هذا الخطاب يعني من 70-80 سنة بنسمع أنه الفلسطينيين دائما هم الضحية، وهو ينكر انه كان في عده محاولات. اداره الصراع 47 قالوا لك خذ دوله وانت خذ دوله، وانت قلتوا لا والان تدفعوا ثمن. لا، في ثمن يا حبيبي للتعنت الفلسطيني، في ثمن، هناك ثمن. كان 47 المفتي، المفتي والدول العربية، المفتي امين الحسيني، لا مش الدول العربية، هو المفتي. يعني الدول العربية وافقت على قرار التقسيم، هو الذي جرى الدول العربية وافقت على قرار التقسيم. لا، ما خص الدول العربية. من الذي اعلن الحرب على اسرائيل بال 48؟ من الذي اعلن الحرب؟ المفتي هو اللي جابهم. المفتي قال للعرب اللي كانوا باسرائيل روحوا للبلدان العربية، خوف البلاد العربية ودعا إلى الجهاد. والتاريخ، ما حنا نفوت بالتاريخ. هلا بدي أقول لك شيء، اليوم نحن يعني ماذا سيحدث بعد انتخاب، وأنت بتعرف أنه نتنياهو يعني على الأرجح سيكون رئيس الحكومة القادم، يعني على الأرجح، على الأرجح يعني، إلا إذا كان في انتخابات. يعني ليس دفاعا عن نتنياهو، أنا عم شوف الاستطلاعات بالرأي، يعني نتنياهو حيصير رئيس حكومة القادم. ماذا ما هو مصير القضية الفلسطينية؟ هون بتحكم، هل سيلتقي مع أبو مازن؟ هل فخامته ترامب سيقدم صفقة القرن؟ هل حتعجبهم الفلسطينيين؟ ما بيعجبهم العجب الفلسطينيين. هل بده بنيامين نتنياهو حسب رأيك ينتصر في المعركة الانتخابية وبده يذهب لعملية سلام مع الفلسطينيين بعد انتصاره في معركة انتخابية من هذا النوع؟ طول صفقة القرن، ستطرح صفقة القرن، أو أي صفقة قرن؟ إذا أنت تأمن صفقة قرن، صفقة قرن تريد ضم الفلسطينيين إلى الأردن. طب وليش لا؟ شو صفقة قرن؟ أي صفقة؟ لا تعترف ب 242338 قرار الأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض للثلاث عام 67 مع بعض التغييرات. لا اسمع، مش بس لا يمكن، لا أحد يملك الشرعية ولا أحد يملك الصلاح سوى الشعب، الشعب صاحب القضية أن يقرر فيها، والشعب سيقرر. وأنا أقول لك، حل الدولتين انتهى، وحل الدولة الواحدة انتهى. نتحدث عن حلول أخرى ربما سيكون الآن يعني بكير نحكي عنها. شو خلينا نشوف بعشر سنين كيف راح تكون الصورة، ثم بعد عشر سنين ربما تختلف الأمور كثيرا. إذا تحدثنا عن جسم يساري، مركز يساري، أو جسم يمين، نحن نتحدث فراس، نحن نتحدث عن مقعدين ثلاث مقاعد. وبالتالي أقول لك، كل طريقة الانتخابات في إسرائيل وشكل الحكم التمثيلي هذا يصب في مصلحة اليمين ولا يصب في قضية المصلحة، مصلحة الصراع أو حل الصراع. يجب الوصول بنهاية الأمر إلى جهاز سياسي ثنائي الأحزاب، ثنائي الأحزاب، فيه يمين فيه يسار، مثل الولايات المتحدة، مثل بريطانيا. مرة نجرب هذا اليمين ومرة نجرب هذا اليسار. تفضل. هذا لازم يكون فيه، ما حتكون هلا على 10 سنين، يعني لازم يعملوا سن قوانين. وهذه بتاخد الآن في أرض واقع. الفلسطينيين منذ 3-4 أشهر قالوا نحن نرفض صفقة ترامب، صفقة الكرد، ولا حتى نعرف شو هي الصفقة، والفلسطينيين رفضوها. وهذا التعنت من 36. يعني انت موافق على صفقة الكار؟ لا، بدنا نسمع اول شيء ما هي الصفقة؟ هل سينضم الفلسطينيين مع كونفدرالية بالاردن الوطن البديل؟ شو بدك احسن من الاردن؟ في عندك كمان بسيناء، سيناء اي اردن؟ شو هي الاردن؟ المملكة الأردنية الهاشمية. من يحكم الاردن؟
ما يحكم الأردن؟ المملكة الهاشمية عبد الله الثاني. عبد الله الثاني من هو؟ إلى من يعود عبد الله الثاني؟ إلى الشريف حسين. الشريف حسين من وين موقع؟ بسألك أنت استمتين. الشريف حسين موقع من مكة، ليس له أي علاقة بالمساحة الجغرافية التي يحكمها الآن. يمكن يكون في الأردن بكل شيء. الأردن خلقوا شيء من لا شيء. لا لا لا. في سايكس بيكو ثم خلقوها في سايكس بيكو. من عدن الأردن. لكن سايكس بيكو خلق كثير من الدول. خلق الأردن هو وسارم ومؤتمر القاهرة. خلقوا الأردن اللي بيحكي لي عنها. بدهم الأردن 80% من الأردنيين فلسطينيين بكل الأردن. كن متأكد بأنك لن تزور الأردن في الفترة القريبة سيد أحمد. نعم كنت حاضر. نعم سيد أحمد محميد خبير شؤون الحزبية والإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والدكتور إيدي كوين باحث في مركز بيجن سادات، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.